شلت يد التعزيم شل وزارة العمل شلت يد التعزيم شل أيا وزارة العمل يلا شباب كلنا على السور ذكرى بس مواقفنا احنا من سنتين وهذا موقفنا لازم نرجع للاعمال كل كرامه ثلاث سنين تصحيح ثلاث سنين ثلاث سنين وغيرنا بالسنه الرابعه لا تراجع لا تراجع لا تراجع السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعودك طعم العسل. ما تشوف الا وعود، وعود كطعم العسل من بداية الأزمة. وعود كطعم العسل من وزارة العمل. أيا وزارة العمل. مقبولة وليست في نصف وليست في نصف وفي تقرير بس يوني الحلول التي اوردها الوكيل مؤخرا هي حلول لتصريح المفصولين هذا ما نريده الحل الذي نريده هو ارجاع المفصولين الى اماكن العمل لما ما تشوفون هل نقول ما في مفصول أين الإنسانية؟ أين الإنسانية؟ أين الطبيب؟ أين الطبيب؟ أنا طفل صغير وأحلامي كثيرة وجوع والدي للعمل أحققها فأنتظر عودته بالشوق والأمل لتعود السعادة ونصرة الصغيرة لن تكسرون عزمنا من تكسرون عزمنا الله سند لنا الله سند لنا قريبا يأتي وعدنا قريبا يأتي وعدنا ونرجع أعمالنا ونرجع أعمالنا